هكذا أصبح شكل العيادة المتعددة الخدمات الواقعة ببلدية المعاصم بولاية تيسمسيلت بعد إعادة تهيئتها وترميمها. أشغال التهيئة لاقت استحسان الساكنة. هي عيادة يعني ممتازة، يعني نتمنى تكون فيها جميع المرافق، يعني من راديو تعيار الخدمات يعني اللي تقدم للمواطن. إن شاء الله نتمناو تكون هذه المؤسسة المتعددة الخدمات تؤدي يعني دور مليح وتكون يعني مفتوحة أيام الأسبوع. استحسان آخر وجدناه عند الطاقم الطبي، خصوصا بعد إدخال الرقمنة في الخدمات الطبية وتجهيز العيادة بمعدات جديدة. لابليكاسيون تاع الدم دي زد استدير المالاد وين الورقة استدير ايفيتيناها، دونك السيستم كيما نقولوا حنايا بالبيسي عندك اوردونونس وبيا كونت روندي ولا وعندك ايميل باش اورينتي الباسيون تاعك. المحطه هذه العمليه الثالثه والتي هي اعاده تاهيل وعلى اعتبار لسته عيادات متعدده الخدمات. هذه عياده من ست التي توجد ببلديه المعاصم والتي تبعد عن مقر الولايه بحوالي 30 كيلومتر وهي في منطقه نائيه ايضا بها كل التجهيزات الخاصه بالعياده. تندرج العملية ضمن البرنامج التكميلي لولاية تيسمسيلت، كما استفاد قطاع الصحة بالولاية من 4 عمليات لاقتناء 30 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى إعادة تجهيز قاعات العملية للمستشفيات الثلاثة.